في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت مدرسة غنائية مصرية على يد محمد عثمان، ورافقه في إرساء دعائم هذه المدرسة العديد من رواد الموسيقى والغناء في ذلك العصر، ومن أهمهم الشيخ عبد الرحيم المسلوب وعبد الحمولي. غيرت هذه المدرسة في أسس الموروث الموسيقي والغنائي التركي على مستوى الآلات والإيقاعات والأنغام والمقامات، وكذلك القوالب الغنائية وطرق التأليف، وترتب على ذلك تغيير في شكل وأسلوب الغناء. يتجلى ذلك في ظهور قالب الدور الغنائي، وهو قالب موسيقي مصري أصيل استقر على يد محمد عثمان.